السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده تطبيق على الموبايل بتقدر ان انت تتواصل معايا، هو متواصل بالذكاء الصناعي، فانت ممكن تقول له مثلا اكتب لي فكرة عن شركة اعلانات، فيبدأ يكتبها لك. اكتب لي قصيدة بالعربي يكتبها لك. اشرح الحوسبة القمومية مثلا يبدأ يشرحها لك. اي موضوع انت عايزه يكلمك فيه يقدر يكلمك فيه. تقدر تقول له اعمل لي صور، فيبدأ يحول لك التكست لصورة او النص لصورة بشكل انت شايفه. احنا جربنا الموقع قبل كده وكان كويس، فأتمنى التطبيق يكون برضو بنفس الجودة.